انا بشكر استاذ جورج على هاي الاستضافه الحلوه، لانه انا كثير بكون مبسوطه لما بحس انه الحكايات تاعولي عم بيكونوا سند حد اشخاص هن اقوياء. يعني خلص الليل، طلع الفجر، صاح الدين، فات الملك. والله الملك ما لحق ضغر الا هالسجين مثل الاخوت مثل المجنون يخبط بايديه هون وهون وهون. هدفنا الثاني كمان كثير مهم، زرع البسمة على وجوهكم، وهيدي البسمة كثير كثير بتفرح. بعطي انه خلي ايمانه بالله كبير كبير كبير، وثقته مطلقة مصدقة، لانه حياة الانسان هي بايد الرب. بتشكر طقم الكيمو كله اللي طلع اللي ساعدني، وكان أكثر من طاقته عم يعطيني، واللي مش بس لألي للمرضى كلها. يعني بتشتغلي بتنسي الوقت طبعاً. هلأ في كتير مشاكل بالحياة، بس إنه الواحد بيقضي وقته بشغل البيت. إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل للجميع.